يهلا وغلب غبع. حابة بس أحكي حكاية مهمة. لما يكون عندك مشاعر طايحة من الآخر، مشاعر سلبية ما تعرفين شو تسوي، أول شي تسوي هو أعطي تعريف شعورك. يعني شنو أعطي تعريف شعورك؟ يعني شوفي شنو هي مشاعرك. هل أنت عندك غضب؟ هل عندك استياء؟ هل عندك حزن؟ خيبة أمل؟ خذلان؟ حلو. هنا شنو تبدين تسوين؟ تبدين تسوين تعالجين هذا الشعور. لا تبقين تعانين بدون ما تعالجين هذا الشعور، وبعدين تبقى المشاعر اللي بقلبك بدون ما تطلعيها. فأفضل حل تسألين، على سبيل المثال أنت حسيتي بشعور، خلينا نقول غضب، عصبية. اسألي نفسك شنو شعورك وأنت عصبية؟ ممكن تقولين خيبة أمل مثلا. رجعي اسألي نفسك، شو وقت أول مرة بحياتي أنا حسيت بخيبة أمل؟ شنو اللي صار في الماضي؟ وطلبي من الله وملائكته يساعدك انك تتذكرين. قولي يا الله خليني اتذكر شو وقت اول مره بالماضي انا حسيت نفس هذا الشعور، خيبه الامل او الخذلان او الاحباط. شوفي شنو انت الشعور. وترى كلمه الماضي، ترى البارحه هو اللحظه اللي فاتت، هذا ماضي، عرفتي؟ فممكن صار موقف بالطفوله، بالثانويه، باي موقف بحياتك حسيتي بهذا الشعور، حسيتي انه اكو احد حسسك بالخذلان او خيبه الامل، فبقى بقلبك، بقى بقلبك. فلما اجى هذا الموقف الان او اليوم رجعت الذكرى. وين بقت؟ بذاكره خلايا الجسد وبالعقل الباطن. فيا بنت الحلال، ياهو الاحسن انه احنا نعالجها، لو نطبطب عليها ونسكت ونسوي نفسنا ناسين وايجابيين ومتفائلين. لا، لما تذكرتي شو تسوين هسه؟ شو تسوين؟ طبعا هذا الحكي كله تكوني مغمضة عينك، اوكي؟ تكوني مغمضة عينك حتى تتذكرين. فتقولين يا الله شنو الدرس اللي كان لازم اني اتعلمه في ذلك الوقت؟ يعني حسيتي بشعور عصبية، بعدين قلتي شنو احساسي واني متعصبة؟ حسيتي بخيبة امل، حلو حلو. وقلت يا الله شو وقت أول مرة بالماضي صار عندي خيبة أمل؟ تذكرتي مثلا بالثانوية، المعلمة ماتش زعلتك، صديقتك طايحها زعلتك. زين، هاي لازم تتعلمون العراقي. فقولي الله شنو الدرس يا ربي؟ ربي خليني أعرف شنو الدرس اللي كان لازم أتعلمه في الماضي. مثلا الدرس هو شنو؟ إنك تعتمدين على نفسك، انك تكونين قوية، انه انت تتطورين، انك تنجحين. هذه هي الدروس. الحياة تعلمنا، يعني احنا مقرب بمواقف طايحة حتى نتعلم الدروس، اوكي؟ ليش الحياة تجي؟ هو كده يعني. هو كده يعني الروح تحب تتعلم وتتعلم الدروس. زين، فنرجع ذكرتي موقف بالماضي وقلت يا الله شنو الدرس، شنو الدرس اللي أنا أريد أتعلمه؟ مثلا الدرس هو أنك تتعلمين تكونين قوية، أوكي؟ فهنا أنا شو أقول يا ربي؟ يا الله أنا أنهي هذا الدرس، أنا أكمل هذا الدرس، درس خيبة الأمل والخذلان مثلا أو الغضب، ودرس أنه أنا لازم أتعلم وأقوى وكذا. وأني هذا، وأني مستعدة. أهم شيء يا بنت الحلال تحكين هاي الحكاية وتستشعريها، أني مستعدة للمضي قدما في حياتي، أني مستعدة أمشي لقدام وأني أنجح وأطور دون الحاجة لخيبة الأمل، دون الحاجة للخذلان، للألم، للمعاناة، لطيحان الحظ. فأرجع يا بنت الحلال، ترى هذا اللي احنا نسويه بجلسات الكوتشنج وجلسات الثيتا هيلينج. زين، وناخذ عليه فلوس حلوه من الاخر، احكي لك اياها. زين، بس مرات ما تلقين احد، ما عندك وقت تروحين على كوتش وتعال ساعدني. ترى انا احط نفسي بمكانكم يا بنت الحلال، يا حبيبات، يا نسوان، انا احط نفسي بمكانكم. فبدل ما انت تبقين بهاي المعاناه، ساعدي نفسك، قعدي بتامل، غمض عيونك وسوي اي شعور. اهم شيء وين تبدين؟ تنطين تعريف شعورك. واذا قلتي مثلا انا حاسه بحزن، اوكي، شنو حاسه وانت بحزن؟ مثلا واحده تيجي تقول انا ضايجه، وشنو حاسه انت ضايجه؟ عصبيه، خيبه امل، الم، خذلان، احباط. طلعي. وبعدين تجيني واحده، شنو فادي؟ شنو تعلمني او خدمني شعور الاحباط؟ شنو تعلم او خدمني شعور؟ لا تبقين بالمعاناة
وتقولين أنا إيجابية أنا متفائلة، لا عيشي، ابكي ابكي ابكي، طلع الحزن طلع المشاعر لا تكتميها، وسوي هاللي قلت لك عليه، أعطي أول شيء تعريف الشعورك، وبعدين وراها سامحي نفسك. غالبية الناس ما يعرفون يسامحون نفسهم، قولي أوكي أنا غلطت في الماضي، أنا أسامح نفسي، سويت هاي الشغلة الطايحة، خلاص خلاص أنا أسامح نفسي، أسامح نفسي لأنه هي اللي قوتني، هاي الغلطة اللي غلطتها هي اللي خلتني قوية، هي اللي خلتني أنا أنجح وأطور من نفسي، أقرأ كتاب، أسوي لايك لهذا الفيديو، أحضر هذه المحاضرة. سامحي نفسك وساعدي نفسك، ممكن تعيدين الفيديو وتعيدين الفيديو مثل ما قلت لك، تقعدين بتأمل، تغمضين عيونك، استشعري الشعور، قولي أوكي أنا سطايا حظي، أنا بحزن، أنا مقهور، أوكي، وطلع أكبر قدر من مشاعر حتى لو تكتبيها بورقة، وبعدين تقولين يا الله خليني أتذكر شو وقت أول مرة أنا في الماضي هيك تعرضت، زين نفس الشعور، ما دام تقولين يا الله خليني أتذكر، الله حيخليك تتذكرين. وبعدين شنو الدرس؟ وأنا مستعدة للماضي قدما، وآخر شيء آخر شيء وراء ما تخلصين تخيلي نور الله، نور الله، الله نور السماوات والأرض مثل الدوش من أعلى السماء عليك، يغسلك غسل غسل دوش نور أبيض، ويزيل كل آلامك كل أحزانك، تخيليها كلها تنغسل، ممكن تقرين آيات، تقرين قرآن، أي شيء، المهم استشعري، استشعري الله وياك، احنا دائما متصلين، الله دائما ويانا، احنا اللي ابتعدنا عنه، فساعدي نفسك يا بنت الحلال. واحبكم كل شوية، شكرا استحملتوني على هذا الفيديو، حاولت احكي سريع حتى ما اطول عليكم، بوسات بوسات، كانت ياكم نور فرج.